بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر شهرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا بسعها لها ما كسبت وعليها مك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين